الكبار وهي انطلاقة الشوط الرابع. والشوط الرابع مخصص لزمول المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا 6 كيلومتر. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنرى اللي في مقدمة هذا الشوط. أرى هملول في المركز الأول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مشوش لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نشوف اللي في المركز الثالث، وفي المركز الثالث في هذه اللحظات نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب بن لاحد الهاجري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع النمر لكن يتسلل من الجانب الثاني الغزال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز الخامس الطيار، في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس النمر، في المركز السادس في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة. وفي المركز السابع، المركز السابع عرى الحر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن سهيل بن هيان العامري. وفي المركز الثامن، المركز الثامن نجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. وفي المركز التاسع مبعد ابعاد ولا قريبين يا عبد والمراد وصول خط النهاية. ها هو مبعد في المركز التاسع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عبيد بن شينان المري. وفي المركز العاشر، المركز العاشر نشوف مليح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن سهيل بن هيان العامري. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى المقدمة، إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام إلى مشوش، ومشوش بدأ يشوش على المقدمة كما عودنا. هذا الشعار، شعار هجن العاصفة دائما يشوش على مقدمة هذا الشوط، سواء في مراكز تمهيدية أو في احتفالات أو في رئيسية. مع الذهب دائما يشوش على المراكز الأولية، ذهب مع ذهب، ومشوش على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هملول في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. وفي المركز الثالث الطيار، في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الرابع الحر، في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة أحد الشباب المضمرين حمد بن سهيل بن هيان العامري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم واسم الغزال بقيادة كابتن الطيارة عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز السادس نجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. وفي المركز السابع مبعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عمدة المضمرين عبيد بن شينان المري. وفي المركز نشوف وصلنا إلى المركز الثامن، إلى المركز الثامن، وفي المركز الثامن النمر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة كابتن المضمرين خليفة بن سالم بالصقعة. وفي المركز التاسع، المركز التاسع نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب بن لاحد الهاجري. وفي المركز العاشر مليح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن سهيل بن هيان العامري. هذه النتيجة، هذا ثاني ندى
للمراكز العشر الأوائل ومشوش على المقدمة، مشوش على المقدمة، لازال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة وسيطرة محكمة على مقدمة هذا الشوط، وهو يحمل رقم واحد وفي مدرج رقم واحد وفي المكان الصحيح. ها هو مشوش لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي هملول في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. وصلنا إلى مبعد في المركز الثالث، بدأ يتغرب، بدأ يتغرب من مركز إلى مركز ويتجول عينه على مقدمة هذا الشوط. مبعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن شينان المري. المركز الثاني، المركز الرابع، نشوف نجد في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. وفي المركز الخامس الطيار، ما ادري هذا طيار ميراج، طيار على العموم ناقله، هو متواجد على ارضية هذا الميدان، الطيار لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيد بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس نشوف النمر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة. وفي المركز السابع الحر، يا سلام يا الحر، غادم قدوم قوي، ها هو الحر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن سهيل بن هيان العامري. وفي المركز الثامن من الجانب الثاني نجد لهجن العاصفة، أول ندى النجد يصل وينتقل إلى المركز الثامن بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر الراقي السيد محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي، أول طلوع له في هذا الموسم مع شاهين. نرجع إلى المقدمة 1200 تجاوزناها بقيادة هملول يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. يا سلام مبعد وصل، انتقل إلى المركز الثاني، يا سلام مبعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن شينان المري. يا سلام مشوش في المركز الثالث، يبقى يتسلل في هذه اللحظات إلى المركز الثاني، عينه على مقدمة هذا الشوط، عينه على مبعد، مشوش لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام يا مبعد، مبعد بدأ يغادر، بدأ يباعد، يا سلام مبعد ولا قريبين لمراد وصول خط النهاية والعروض الطيبة والعروض الجميلة مع مبعد. وها هو مبعد تشاهدونه على شاشة التلفزيون بقيادة عمدة المضمرين عبيد بن شينان المري. يا سلام بدأ يتحرك، بدأ يزيد من سرعته، ومشوش غادم ونجد غادم، يا سلام يا سلام، ومبعد في المقدمة، يا سلام يا مبعد، مصر أن يهدي الفوز والناموس إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر عبيد بن شينان المري. يا سلام يا سلام يا سلام، مبعد ومشوش تحرك، ومبعد في المقدمة، ونحن نغترم من خط النهاية، مبعد ومشوش ومبعد، مبعد يغترم من خط النهاية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز مبعد بالمركز الأول. المركز الثاني مشوش لهجن العاصفة، المركز الثالث نجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع عملون لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وفي المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول مبعد إلى خط النهاية. نشوف التوقيت الزمني ساعة وصول مبعد إلى خط النهاية. ها هو مبعد قاطع مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدر 10 دقائق 14 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا أيضا للمضمر عبيد بن شينان
المري والذي وصل في المركز الثاني مشوش 10 دقائق 14 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثالث. نشوف هو نجد يصل في المركز الثالث 10 دقائق 16 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا للمضمر عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري، تهانينا للجميع. ها هي انطلاقة الشوط الخامس، والشوط الخامس مخصص للحول المحليات العصائل. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط مع قشمرة، صاحبة القشمرة الطيبة على الكاسات وعلى الذهب، اليوم مع سن الكبار تتقشمر في مقدمة هذا الشوط. قشمرة لهجن